يلتقي المنتخب الوطني لكرة اليد مع نظيره المجري غدا الأحد في ختام مشواره ببطولة العالم المقامة في بولندا والسويد لتحديد المركزين السابع والثامن. تقام المباراة في الرابعة والنصف عصرا، حيث يسعى منتخب اليد في هذه المواجهة للاحتفاظ بالمركز السابع الذي حققه الفراعنة في نسخة 2021 والتي أقيمت في مصر. كان منتخب مصر لكرة اليد قد خسر أمام نظيره الألماني بنتيجة 34-35 ضمن أولى مواجهات تحديد المراكز من الخامس إلى الثامن في بطولة العالم.